إبليس يا ابني، أنا بكتب لك الجواب ده بعد ما شفت اللي بتعمله أنت وزمايلك بقالكوا سنين. إيه يا ابني القرف ده؟ أنتوا خلاص ما بقاش عندكوا أي نوع من التجديد؟ هي دي الرباية اللي ربطها لك؟ 450 سنة وأنت بتشتغل تحت إيدي وبعدين يطلع منك الكلام الفارغ ده؟ يا ابني انت سليل، اكبر عيلة شيطانية في مملكة الشياطين. انا نفسي يا ابني اشوفك ناجح ومتفوق كده زي اخواتك، واخد وضعك وسط دفعتك كده. بص يا ابني، اللي هقولهولك ده خبرة السنين. البني ادمين دول يا ابني يا بيسو كائنات بتحب التدين، بيحبوا يعملوا حاجات تحسسهم إنهم يستاهلوا ويستحقوا إنهم يكون ليهم علاقة بربنا، وهي دي نقطة ضعفهم اللي إحنا شغالين عليها من سنين. سيبك من إنك تمنع واحد من مروح الكنيسة أو حضور اجتماع، خليه يروح ويحس إنه عمل الواجب اللي عليه كويس قوي. خليه يا ابني مشغل القنوات المسيحية طول النهار، ده بيحسسه إنه كويس. خليه يابسه يا ابني يعمل اللي يحسسه إن ليه علاقة بربنا. المهم الع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 ل
الإعاقة؟ ما بتروحش مدارس ولا إيه؟ أوكي المهم العلاقة دي ما تكونش موجودة، تكون حاجة هو بيسعى ليها دايماً من غير ما يوصل لها. الناس يا بيسو يا ابني هيفضلوا يروحوا الكنائس ويتدينوا ويحاولوا يتحسنوا، وإحنا هنفضل نحسسهم إن هو ده المطلوب وبس.